في حاجه جميله جدا في فلاش بيعرف يعملها مع البيت ماب، ان هو بيقدر يعمل تكتشرنج او بيكسي الحاجه بدل ما يبقى الفيل او الستروك بتاعه، بدل ما يبقى فيل سوليد او لينير او جريدينت بيحط الفيل بيت ماب. نشوف ازاي الكلام ده بيحصل. لو انا خدت شيب زي دي دايره، تمام، احدد الفيل والستروك بتاعها من الاول كده مثلا، عندنا فيل فيل وستروك، ادي دايره اهي، تمام، وهاجي اعمل لها سيلكت كده، وهاجي على الكولر ميكسر ادوس بدل ما هو كان سوليد خليه بيت ماب. هنفاجئ ان هو خلينا الصور اللي كانت موجوده في اللايبرري اللي احنا كنا عاملين لهم امبورت الليسن اللي فات، تمام، وحطهم لي كسامبل للبيت ماب اللي هيشتغل منها، تمام، او سايب لي حتى ان انا امبورت رسمه ثانيه غير دول. لو انا هكليك على اي واحده فيهم الاي دروبر هتبان عليه، تمام، مجرد ما اعمل كليك عليها، تمام، من الواضح ان هو شغال في الستروك، انا اسف، خلي الفيل الاخضر، لا خلي الفيل بيت ماب، تمام، هو عمل لي خد لي الفيل بتاعه لاول بيت ماب، تمام. لو جيت على التاني هيروح عامل لي الفيل بتاعه للبيت ماب اللي بعده، تمام. يعني انا ممكن بدل ما اجي اعمل امبورت بيت ماب وارسمها وارسم الشيب بتاعي و يعني اجيب البيت ماب واقعد اقصها حته حته، لا انا ارسم الشيب بتاعي اللي انا عايزه واعمل له الفيل بتاعه ان هو بيت ماب. دي هتستفيد بيها جدا لو كنت تعمل حاجه ليها حواف ميتال، يعني الحافه بتاعتها ذهبي او فضي، او الفضي والذهبي مش هتقدر ترسمهم، فلازم تجيبهم صور، فيا تجيب صوره كامله مرسومه يا اما تجيب صوره وتعمل لها فيل بالبيت ماب، تمام. اوكي، طيب لو احنا عايزين نعدل شكل البيت ماب دي اعمل لها سيلكشن كده، تمام، وبدل الفيل ده خد ده او ده، ولو الستروك لونه ازرق زي ما انت شايف الستروك لونه ازرق خد الستروك، تمام، او خلي الستروك بيت ماب، اختار بيت ماب من هنا، تمام، وخد ستروك قريب من اللي هو ده او ده كده، بقى الستروك بتاعها زيها بالظبط كده، بقت كانها صوره مختصه. عشان تكمل لعب مع البيت ماب لو بتعمله سكيو كده، تمام، هو بيحاول يفت على قد ما يقدر فين في مساحه البيت ماب بتاعتك، وزي ما انت شايف ان هو برضه بيعمل اللعبه اللي كنا اتفقنا عليها قبل كده، لو حطيت حاجه على حاجه في لير واحده هيبتدوا ياكلوا بعض معايا. ده فيل بتاع القديم، تمام، كنترول و اي نعمل ديليت واوريك حاجه تانية غير الفيل بيت ماب ده. يعني انت تقدر تحط الفيل بتاعك كستروك وفيل بالبيت ماب. احنا قلنا ان احنا بنقدر نعمل بريك ابورت للبيت ماب، صح؟ الدرس اللي فات. ممكن نعمل ايه تاني؟ وانت ما واحنا لسه مع البيت ماب، لو انا جبت الايمج دي اللي هي الوينتر دي وحطيتها هنا في النص وهعدل السبيس بتاعها 500 في 400 مثلا، تقريبا كده بقت قد مساحه الشغل، صغرها شويه. ايه اللي متاح في تحت مع البيت ماب؟ ان هو يعمل سواب. سواب دي حاجه نتعلمها كمان شويه، لكن لو احنا خدنا دي ودوسنا اف 8 هنحولها لسيمبل. طب نختار ايه لما نحولها لسيمبل؟ لو انت عايز تتحكم في بيت ماب تتحكم فيها كويس جدا، تمام، حولها لموفي كليب. قلنا برضو موفي كليب هنتطرق ليها بشكل مفصل في شابتر او في اتنين لحد ما تاخد، لان دي اهم حاجه تقريبا في فلاش. هنختار موفي كليب وهقول له اوكي،
بمجرد ما حولها الموفي كليب خد حط لي سيمبل سماه باسمه تمام وحطه لي في اللايبرري ودي بقت انستنس اوف سيمبل واحد وفتح لي حبه اوبشن ثانيه اول حاجه اللي هي الكولر الكولر عندنا يقدر يتحكم في البرايتنس بتاعه تمام ده 0% تعال نزود البريق بص زي ما انت شايف نفتح وتغمى فانت ممكن تلعب في صوره كويس برده جوه فلاش او التان تمام زي ما انت شايف اهو ابتدى يحركها تمام او الالفا تمام او الادفانس دي هيديك بارامتر ان انت تتحرك كل حاجه بارقام طيب لو انا عايز اوريك حاجه تانية هي مش واضحه هنا لان احنا عندنا صوره واحده بس تمام هاخد صوره تانية اللي هي دي وهعمل لها دراج هنا واغير برضو حجمها تاني اديها 400 في 300 تمام و هحولها برضو للموفي كليب من خلال اف 8 خليها سيمبل 2 طبعا ده غلط وانا بحب اقول لك دايما كل حاجه سميها بحاجه مرتبطه بيها موفي كليب 2 ده لما انا حولته ادانا برضو نفس البروبرتي اللي كانت موجوده معاها تعال نشوف لما نلعب في الالفا بتاعته ايه اللي بيحصل الالفا ان هو خلاه ترانسبيرنس يعني خلاه شفاف بص بيغمق ويفتح وفي نفس الوقت بيبين اللي تحته تمام طيب نون خليه نون ونشوف حاجه تاني اللي هي التان شوف التان بتعمل ايه التان اصلا انت عايز تختار لون التان التانينج ده ايه التانينج يعني لون بيضاف على اللون الاصلي زي سمرة الشمس على جلد البني ادمين زي ما انت شايف كل ما بنط على الكولر بيديله تانينج بيكسيب كولر تمام لو عملت له تانينج بالاسود كده بص هيبقى لونه عامل ازاي بدل ما الافكت ما كان الدنيا منوره وحلوه تمام عايز تديله كانه صبح كانه ظهر كانه دنيا كانه فولكينو مثلا بركان تمام خلينا نرجعه لونه الاصلي تمام ايه تاني ممكن نعمله البرايتنس البريق تمام البرايتنس ما بيتحكمش في اللي تحت قوي الالفا بس هي اللي بتلعب اللعبه دي تمام في حاجه تانية بقى حلوه قوي اسمها بليندنج مود البليندنج مود دي حاجه جايه من برامج جرافيك يعني انت لو بتشتغل جرافيك في فوتوشوب او كوريل البليندنج مود هم زي ما بيقولوا ايه الوركينج هورس بتاع الجرافيك ديزاينر لان هو لما بيعمل بليندنج بيحول الصوره من حاجه لحاجه تعالوا نشوف ايه البليندنج وبيعمل ايه ادي إيه اول حاجه البليندنج لما بتكليك على بليند بيديك المود دي نجرب مثلا نعمل انفرت انفرت اخد الكولرز بتاعته قلبها تمام واقتص الجزء اللي هو عايز يعمله انفرت على قد التقاطع ما بين الرسمتين وبعض تمام خلينا او نورمال تاني اوكي نجرب مثلا ريس هيريس واحده من واحده طبعا الـ مش باينه قوي لان المفروض اللي تحت هي اللي اتعمل لها ايريس طيب هخليها نون نورمال وهكليك على تحت واعمل لها ايريس تمام من الواضح ان هي مش نافعه طيب انفيرت اللي تحت مش 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 باينه تمام نجرب مود تاني اوفرلاي خليها نون نمسك اللي فوق تاني نعمل لها اوفرلاي زي ما انت شايف الاوفرلاي عمل ايه ان هو عمل طبقه شفافه شويه وابتدى يكسيها بالرسمه اللي تحت تمام تحت واخده الالفا لا خليها نون كي عشان تبقى باينه كده شويه بقى كده عندنا
الوان متلخبطه شويه، مش شرط ان ده اللي انت هتطلعه، طبعا انت ممكن تطلع حاجات احسن من دي كتير. تمام، زي ما احنا شايفين الصورة اللي تحت ده الاصل بتاعها، وبقت بتعمل ايه في الصورة اللي تحتها. الكلام ده جديد في فلاش، ما كانش موجود قبل كده. ايه تاني ممكن نعمله؟ نخلي سكرين مثلا برضو نفس الافكت اللي كان قبل كده. تمام، هتتعلم بقى الكلام ده واحدة واحدة وانت بتشتغل مع نفسك. لحد كده انا تقريبا خلصت اللي اقدر اقوله فيما يخص البيتماب، وعملنا import to library، وعملنا import to stage، وفي حاجة تانية اللي هي import to from another file، او import file of import import open external library. عشان اعمل open external library لازم يكون عندي حاجة متسيفة. انا بسيف فين تقريبا؟ document and setting. عندي shape و time. نجرب shape كده. انا فتحت library بتاعت shape ما جوهاش حاجة، لكن انا ممكن يعني لو دي لو الملف ده كان جواه حاجه، ممكن اقدر ادراج من اللايبرري بتاعته لللايبرري بتاعتي. تمام، هوريها لك برضو في درس تاني. اشوفك الدرس الجاي.